تعالوا نكمل كده الايه اللي احنا بدأناه. عايز بس نبدأ بسرعة كده النهاردة، هعرفك على شوية حاجات بسيطة جدا، وان شاء الله بكرة هنكمل ايه بقية الحاجات. اول حاجة بس لازم تكون عارف كويس جدا حاجتين، ان اللينكس عندك ممكن تاكسس السيستم عن طريق حاجة من اتنين، خلاص، يا اما هتشتغل حاجة اسمها جرافيكال يوزر انترفيس، وده الناس كلها عارفاه العادي، يا اما تشتغل حاجة اسمها سي ال اي او كوماند لاين انترفيس. خلاص، الكوماند لاين انترفيس عندنا بالمناسبة الجي يو اي ده حاجة اضافية على السيرفر، يعني ممكن يكون عندك مش ممكن، في الطبيعي اصلا هيكون السيرفر بتاعك مفيش عليه اي جرافيكال يوزر انترفيس. جرافيكال يوزر انترفيس يعني ابلكيشنز، يعني تحرك الماوس، يعني يكون في عندك منيوز وايكونز اللي هو الشكل الطبيعي اللي انت بتشوفه في ويندوز. السي ال اي بيكون في عندك تيرمينال فقط، اوامر وعمال تكتبها وتعمل مع السيرفر بس كده. طيب السي ال اي او التيرمينال عندنا هنا لو مفيش عندك جي يو اي، يعني انسى ده كله بقى كده، لو مفيش عندك جي يو اي فتلاقي عندك تيرمينال فقط. التيرمينال بتاعنا ده اسمه تي تي واي، خلاص، تي تي واي ده اختصار كده التيلي تايب تيرمينال، تيلي تايب تيرمينال تي تي واي، خلاص. والاسم ده اتاخد من ايام اليونكس من زمان جدا، كانت الفكره بتاع اليونكس او كان بتلاقي اصلا السيرفر وحده او الماشين وحدها لوحدها بس كده بتاخد دور كامل، خلاص، في مساحات خرافيه بتتكلم على 300 متر مكنه واحده. طب يا مكنه واحده واخده مساحه 300 متر وحيز كبير جدا، عشان الناس يوصلوا لها كانوا بيعملوا ايه؟ كانت بتبقى مثلا موجوده جوه جامعه وتلاقيها واصله كده بكابلات لحد الشاشة بتاع الراجل اللي قاعد هنا كده، في يوزر قاعد هنا كده والراجل ده معاه كيبورد هنا كده وعمال يشتغل مع الشاشة دي، خلاص، والشاشة دي واصلة كده هي والكيبورد بكابل طويل جدا لحد ما وصل لحد مين؟ لحد الكمبيوتر ده. وفي يوزر تاني قاعد وقدامه شاشة تانية هنا كده ومعاه الكيبورد بتاعته اهو، وعمال هو كمان يدخل أوامر هنا. فكنت بتلاقي التيرمينال بتاعه ده أو الراجل ده قاعد بيوصل للمكنة دي بشكل بعيد جدا او من على مسافه بعيده جدا، ممكن يكاد يكون او اقول لك ايه يكاد يكون هو في مبنى والجهاز في مبنى تاني خالص، وموصل له كابلات طويله وايه وشغال قاعد قدامه شاشه، والشاشه دي بتنفذ اوامر على الجهاز اللي قاعد بعيد هناك ده. طيب عشان كده تسمى تيلي. تيلي اصلا لو اقول لك مثلا تيلي فيجن، لو انت ترجمتها كده للعربي كلمه فيجن اصلا يعني رؤيه، صح؟ تيلي معناها يعني عن بعد، ممكن تسميها رؤية عن بعد، خلاص، انت بتشوف حاجة عن بعد. فلما اقول لك تيلي تايب تيرمينال معناها تيرمينال بيوصل بشكل ما عن بعد، خلاص. طيب الاسم ده الناس ورثته من ايه؟ من اليونكس، خلاص. فبقى شكل التيرمينال بتاعنا فضل اسمه تي تي واي حتى لما بقت الماشين بتاعتك المكنة بالكامل مع الشاشة في جهاز واحد، خلاص، والجهاز ده كله ممكن يكون لابتوب هو كله على بعضه كده، حتة حديدة واحدة كلها على بعضها، او لو حتى عندك جهاز ديسكتوب والاتنين واصلين ببعض بشكل مباشر بكابل طوله متر او 2 متر برضه فاضل اسمه تي تي واي. يعني الاسم ده ما جاش من النهاردة، لا ده موروث بقاله اكتر من 30 40 سنة مثلا ولا حاجة، ماشي كده. طيب كلام جميل. التي تي واي ده يا عم اوصل له ازاي؟ بص تعالى كده اروح لفي ام ورورك ستيشن، انا عندي المكنه موجوده اهي اهي. لو عايز تروح للتي تي واي بص كده، الجي يو اي بتاعك في ريل 7 خلاص شغال اهو. طب عايز اروح تي تي واي، اضغط كده الت كنترول اف 2، بص كده ادي التي تي واي اللي بقول لك عليه، بص قاعد مستنيك تعمل لوجن، تعالى كده اعمل لوجن روت وادي الباسورد بتاعتي اهو، ادي التيرمينال وبنفذ اوامر اهو، الدنيا تمام، بعرض التاريخ مفيش اي مشاكل خالص. طيب بص لي هنا كده، لو عايز تروح للتي تي واي بقى الموضوع بسيط جدا. اول حاجه عندك الت زائد كنترول زائد ها اف ان، حيث ان دي هو رقم ايه؟ رقم التي تي واي.
لو عايز تروح تي تي واي 2 هتضغط ايه؟ اف 2. عايز تروح تي تي واي 3 تضغط اف 3. تي تي واي 4 لحد اضغط اف 4. يبقى الت وكنترول واف 4 ده دايما هيتكرر اهو. عايز تروح لتي تي واي 5 الت كنترول اف 5. عايز تروح تي تي واي 6 الت كنترول اف 6 ماشي. طب عايز ترجع مره تانيه، عايز ترجع مره تانيه للجرافيكال يوزر انترفيس، اضغط الت وكنترول واف 1 تمام. طيب امتى هتحتاج التي تي واي؟ هتحتاج التي تي واي لو ليك فيزيكال اكسس للماشين. خلاص في الطبيعي هيكون السيرفر بتاعك ما فيش له جي اي، ليك فيزيكال اكسس، فانت هتلاقي فيه اكتر من تيرمينال موجود هنا. التيرمينال ده كل او التيرمينالز دي كلهم موجودين عشان يدوك ايه؟ اكسس الماشين، تعرف تنفذ الاوامر عليه تمام. تعالى كده نجرب. بص كده حبيت اروح تي واي 3 الت كنترول اف 3 اهو. طب عايز ارجع اروح تي تي واي 5 الت كنترول. تعالى اكتب اي حاجه، اي حاجه انا اهو. تي تي واي 5 الت كنترول اف 5 اهو، ما عادش في حاجه مكتوبه. ده تي تي واي 5 تعالى كده اهون. طب تي تي واي 6 الت كنترول اف 6 اهو. طب عايز اروح تي تي واي 5 تاني الت كنترول اف 5 رجعت. طب تي تي واي 2 الت كنترول اف 2 اهو رجعت. تي تي واي 5 تاني الت كنترول اف 5. طب عايز اروح مره تانيه بقى للجرافيكال الت كنترول اف 1 رجعت للجرافيكال. ها وضحت الحكايه دي. سكيور سي ار تي عباره عن اس اس اتش سيشن، ملهاش علاقه بالتي تي واي، ده ريموت اكسس، يعني بتاكسس المكنه ريموتلي. هتحتاج الاس اس اتش لو انت قاعد في مكان والسيرفر بتاعك في مكان تاني، يعني انت قاعد وليكن في مصر والسيرفر بتاعك في امريكا وعايز تاكسسه، هتاكسس عن طريق الاس اس اتش. في الحاله دي هتحتاج سكيور سي ار تي او البودي او اي حاجه. خلاص. الحكمه من وجود اكتر من تي تي واي، بص لي هنا كده. تعال مثلا رحت تي تي واي 2 انا عملت لوجن. خلاص لو جيت اقول له هنا كده تنفذ اي امر غلس يا عم، وليكن ls داش lr سلاش امر، الامر ده ممكن يقعد يتنفذ كده حبه حلوين قوي يعني، وليكن هياخد خمس دقائق. طب انا عايز انفذ حاجه تانية في وسط ما الامر ده شغال. بص كده هروح تي تي واي 3 هعمل لوجن وهبدا انفذ الامر اللي انا عايزه من غير اي مشاكل. لو رجعت ده لسه شغال اهو، شفت؟ عشان كده لما عندك اكتر من تي تي واي، عشان لو عايز تنفذ اكتر من امر في نفس الوقت، ها يبقى يكون عندك ايه؟ يكون عندك الامكانيه دي، يكون عندك الحاجه دي متاحه. طيب بالمناسبه التي تي وايز اللي موجوده عندك مش عدد، هي في الطبيعي، في الطبيعي لو عايز تزود اي تي تي واي موجوده، يعني عايز تحط تي تي واي 7 تي تي واي 8 تي تي واي 9 ممكن تعملها. ماشي ماشي كده. تعالى هنا كده الت كنترول اف 2 اهو خلص اهو الحمد لله. بص انا كده عملت تي تي واي 2 وده تي تي واي 3 اهو. لو جيت تقول له لو عايز تعرف انت في تي تي واي رقم كام، عندك امر اسمه تي تي واي، هيقول لك انت في تي تي واي 2 دلوقتي اهو. تعال جربه كده على تي واي 3 شفت قال لي ايه؟ قال لي انت في ديف تي تي واي 3. يبقى لو عايز تعرف انت في تي تي واي كام، ها تعرف تتحرك. طيب بالمناسبه كمان لو انت في تي تي واي، يعني انت في تي تي واي 2 دلوقتي وعايز تروح تي تي واي 3، ممكن تضغط الت واف 3 على طول، مش لازم الت وكنترول. لكن لو انت في الجي يو اي لازم تضغط الت وكنترول عشان تتنقل ما بين التي تي واي والجي يو اي. ها لو انت في تي تي واي وعايز تروح تي تي واي ثانيه، ممكن الت ها ورقم التي تي واي على طول، يعني الت اف 3 او الت اف 4. لكن لو عايز تروح من الجي يو اي للتي تي واي لازم الت كنترول. ها واضحه الحكايه دي؟ لا الاس اس اتش اسمها حاجه اسمها بي تي اس، لسه هاجي لها كمان شويه ما تستعجلش عليه، لسه هنوصل لها لسه في المستقبل. التي تي واي هو الفيزيكال اك او التيرمينال لما يكون عندك فيزيكال اكسس على الماشين بس. التيرمينال اللي بيظهر لك لما يكون فيزيكال اكس، لو ليك فيزيكال اكسس على الماشين اسمه تي تي واي.
خلاص. طيب عايز اقول لك ان لو عندك سيرفر وانت مش مسطب الجي يو اي فهيكون تي تي واي واحد برضو عليه تيرمينال ممكن تشتغل منه. لو عندك جي يو اي متسطب فالجي يو اي هيحجز تي تي واي رقم واحد. ها واضحه الحكايه دي؟ تاني لو عندك جي يو اي الجي يو اي هيشتغل فوق تي تي واي واحد او على مكان تيرمينال واحد. لو مش موجود هتلاقي تي تي واي واحد نفسها اصلا متاحه وممكن تنفذ عليها اوامر وتشتغل. وده الطبيعي في اي سيرفر بيكون شغال انه بيكونش اصلا في جي يو اي. مش فاكر حد فيكم سال شادي كان بيسالني من شويه انا ليه سطبت اصلا الجي يو اي اساسا؟ عشان اوريك الفرق بين التي تي واي والجي يو اي بس لا اكتر ولا اقل. طيب حاجه بس كمان هقول لك عليها النهارده. بص انا في تي تي واي كام دلوقتي؟ انا في تي تي واي 2 صح؟ عايز اروح من تي تي واي 2 اروح تي تي واي 3. في عندك امر كده اسمه سي اتش في تي. سي اتش في تي اختصار لتشينج فيرتشوال تيرمينال. سي اتش في تي 3. بص رحت لفين؟ قال انت بقيت تي تي واي 3 خلاص؟ اهو رجعت تاني سي اتش في تي 5. بص وداني فين؟ تي تي واي 5. تعال ارجع لتي تي واي 2 الطق في 2. ها وضحت الحكايه دي؟ يبقى دلوقتي تعرف تنقل ما بين اي تي تي واي والتانيه؟ ها حد عنده اي مشكله؟ تعرف ترجع تاني للجرافيكال يوزر انترفيس؟ اعتقد الموضوع سهل جدا يعني. طيب اللي بعده يا سيدي. ها في عندنا نوعين من المستخدمين خلاص، خدهم النهارده نوعين ولسه هتكلم عليهم بالتفصيل الممل بقى. في عندك حاجه اسمها الروت يوزر خلاص، والروت يوزر ده ممكن تعتبره كده ان هو السوبر يوزر. الراجل ده حرفيا ممكن يعمل اي حاجة هو عايزها على المكنة. تمام؟ طيب وفي عندك النورمال يوزرز زي احمد محمد ستيودنت مصطفى، وده ها يوزر عادي جدا مفيش اي مشكلة فيه. طيب بالمناسبة السيستم بالظبط عامل زي مصلحة او اقول لك ايه بيسموها ايه بتاع الداخلية بتاع البطاقات بيسموها ايه؟ ايوه الاحوال المدنيه. الله يفتح عليك. الاحوال المدنيه دي بتتعامل مع كل الناس اللي عايشين في البلد عن طريق رقم. الرقم ده اللي هو رقم البطاقه بتاعك. السيستم برضه بيتعامل مع كل يوزر عن طريق رقم اسمه الاي دي. خلاص السجل المدني. طيب كل يوزر عندك هيكون له رقم. الاي دي بتاع الروت هيبقى دايما صفر. هعمل لك صفر كبير جدا اهو يعني. خليك فاكر الحكايه دي. اليوزر اي دي او الرقم اللي بيميز الروت هو دايما الرقم بتاعه صفر، رقم بتاعته صفر. طب المستخدمين العاديين ها من 1000 وانت طالع. او اكبر من انا ايه اللي عملته ده؟ خلاص دايما اليوزر اي دي هيكون اكبر من او يساوي 1000. انا بكلمك على مستخدمين العاديين اللي هم الاشخاص دلوقتي، لسه هكلمك في المستقبل ان في حاجه اسمها سيرفيسز يوزرز ولسه هنتكلم في حاجات تانية يعني. بس خلينا دلوقتي ان في عندنا نوعين مستخدمين. اللي من حقه يعدل اي حاجه في السيستم هو الروت ده فقط، انما المستخدمين العاديين مش من حقهم يعملوا اي حاجه على السيستم غير انهم بس يستخدم السيستم استخدام عادي جدا، يبروز الانترنت، يلعب مع ملفاته الشخصيه هو بس، وده اقصى حاجه ممكن يعملها. ماشي؟ حد عنده اي مشكله؟ ها؟ طيب ممتاز جدا. بص انا هرجع هنا كده، ادي التيرمينال بتاعي هو، بغض النظر انت شغال ريموت او شغال من التي تي واي. انا موجود دلوقتي، انا عامل لوجن دلوقتي. لو عايز اعرف انا اليوزر اي دي بتاعي كام، انا روت ولا انا ايه بالظبط، في عندك امر كده اسمه اي دي. لو قلت له كده اي دي بص هيعمل لك ايه؟ قال لك اليوزر اي دي بتاعك ايه؟ صفر واسمك روت اهو.
والجروب اي دي بتاعي برضو صفر واسمي روت. خلينا بس نركز على دي دلوقتي اهو، انا دلوقتي عامل لوجن كروت. طب لو عايز اجيب معلومات ايه الاي دي بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى؟ بص قال لي مصطفى اليوزر اي دي بتاعه كام؟ 1000 اهو، بدا يعد من 1000. ها الروت ممكن يمسح الفايل سيستم كامل، ممكن يفورمات الديسك اصلا على الاوبريتنج سيستم، ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه. لكن اليوزر العادي مش من حقه يعمل اي حاجه من دي. اليوزر العادي ما يقدرش حتى يعني ينفخ كده على الجهاز. هو انت ليك ملفاتك بتلعب مع ملفاتك فقط لو انت يوزر عادي. ها حد عنده اي مشكله؟ طيب اخر حاجه بقى النهارده عشان اسيبكم تروحوا، بصوا لي كده، عندك امر بسيط جدا زي ديت. ديت ده بيعرض لك التاريخ. عندك امر زي كال، كالندر. كالندر ده بيعرض لك النتيجه، بيعرض لك النتيجه بتاع الشهر اللي انت فيه في السنه اللي انت فيها. طب لو عايز تجيب الكالندر بتاع شهر تاني سنه تانيه، كنت اقول له كالندر كده مثلا شهر وليكن 9/2016 اهو. طب لو قلت له كده كال 2016 بس، هيعرض لك النتيجه بتاع السنه بالكامل اهو. شايف؟ مش كده؟ يبقى كال لوحدها بيعرض لك الشهر اللي انت فيه في السنه اللي انت فيها، كال وبعد كده شهر معين في سنه معينه بيعرضه لك. ولو قلت له كال كده والسنه على طول، ها بيعمل ايه؟ بيعرض لك ايه؟ بيعرض لك السنه كلها بالكامل. ماشي؟ طيب الامر الاخير بقى يا سيدي عشان اسيبكم تقوموا، اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عامل لوجن كروت، ماشي كده؟ عايز اغير من روت ابقى ستيودنت. لو قلت له كده اس يو مسافه وبعد كده داش وبعد كده مسافه تاني ستيودنت. اسف انا ما عنديش اصلا مستخدم اسمه ستيودنت، خليك واقعي بقى. هعمل اس يو هسويتش يوزر. اس يو معناها سويتش يوزر، هبدل المستخدم لمصطفى. بص عمل ايه؟ ها خلاني عملت او نقلت اللوجن بتاعي من روت اهو، بقيت مصطفى. تمام جدا. طيب لو عايز ارجع مره ثانيه للوجن بتاعي هعمل اكزت كده، قفل السيشن دي ورجعني مره ثانيه للسيشن اللي قبلها مباشرة. طيب كلام جميل. طيب لو جيت عملت كده اس يو مصطفى تاني، طب انا عايز اتنقل من مصطفى ارجع، او اسف ابقى روت. انا عايز ابقى روت، ها اعمل ايه؟ عايز ابقى روت، ممكن اقول له كده اس يو كده، كنت اقول له اس يو روت، ده حل. او اقول له كده اس يو من غير ما احدد له اسم اليوزر كده. في الحاله دي هيفترض ان انا عايز ابقى، ايوه كده هيفترض ان انا عايز ابقى روت. ماشي؟ لو عايز تروح لمستخدم تاني قول له كده اس يو داش وقول له اسم المستخدم، وليكن لو عندك مستخدم اسمه احمد استخدم الصيغه دي. ماشي؟ قلت لك لسه هكلمك على البي تي اس، والله لسه هكلمك عليه. البي تي اس اللي هو البسودو تيرمال سكرين، لسه واحده واحده ما تستعجلش. انا كلمتك النهارده على تي تي واي فقط، لسه البي تي اس جايه في المستقبل. طيب فانت لو عملت اس يو كده من غير ما تحدد له اسم اليوزر، هيفترض ان انت عايز تروح لمين؟ ها للروت. ممكن تقول له كده روت برضو في كل الحالات. بص لو انت يوزر عادي وعايز تبقى روت، هيسالك على ايه؟ هيسالك على باسورد. باسورد مين؟ بتاعتك انت ولا بتاع الروت؟ لا بتاع الروت، خليك فاكر الحكايه دي. طيب لو انت ما قلتليش اسم اي يوزر، برضه هيفترض ان انت عايز تبقى مين؟ برضه هيفترض ان انت عايز تبقى روت. خلاص؟ طيب ال ال الحاجه الاخيره بقى اللي انت لو انت لاحظت كده كويس، لو انت كنت روت، انا روت اهو وجيت اعمل كده اس يو ليوزر عادي، مش هيسالني على اي باسورد. عارف ليه؟ لان لو انت روت، انا قلت لك الروت هو السوبر يوزر، معاك كل الصلاحيات تعمل اللي انت عايزه، فانت عايز تاخد صلاحيات اقل، اكيد مش هيسالك على باسورد. لكن لو انت يوزر عادي وحبيت تبقى روت او حبيت تسويتش اليوزر تاني، هيسالك على باسورد. خليك فاكر الحكايه دي. ماشي؟ يبقى لو صلاحياتك اعلى، لو صلاحياتك اعلى وعايز يبقى عندك صلاحيات اقل، هتعمل ايه؟ او ايه اللي هيحصل؟ هيسالك على باسورد. اسف مش هيسالك على باسورد. لكن لو صلاحياتك اقل
وبعد كده عايز تاخد صلاحيات اعلى، ها، او صلاحيات يوزر تاني في نفس مستواك، ايه اللي هيحصل؟ هيسألك على باسورد. خليك فاكر، والباسورد هيسألك على باسورد مين؟ باسورد الراجل اللي عايز تعمل له سويتش. يعني لو انت كنت مصطفى وعايز تبقى احمد هيسألك على باسورد احمد، لو انت كنت مصطفى وعايز تبقى روت هيسألك على باسورد الروت. طب لو انت كنت روت وعايز تبقى مصطفى هيسألك على باسورد؟ لا مش هيسألك اصلا. ها، حد عنده اي مشكلة؟ ها، حد عنده اي مشكلة؟ طيب ممتاز. النهاردة هنكتفي بهذا القدر لحد كده النهاردة ان شاء الله، ومن اول بكرة يبقى ايه، يبدأ العمل الفعلي بتاعنا. النهاردة بس كان مجرد ايه، يعني بعرفك على السيستم بس كده وخلاص على كده، يعني وريتك بس المكان اللي نكتب فيه الاوامر بتاعتنا، وريتك نكتب اوامر بسيطة جدا ازاي نسويتش بين يوزر ويوزر، ايه انواع اليوزرز اللي موجودين عندنا بالشكل المبسط جدا. هنبدأ بقى من اول بكرة ايه الشغل الجد يعني، ماشي كده. مطالب ان انت بكره تكون جاي يكون عندك في ام وير انستول، ويكون عندك فيرتشوال ماشين عليها الاوبريتنج سيستم انستول عشان تعرف تجرب. من غير ما يكون عندك فيرتشوال ماشين فاعرف ان انت مش هتعرف تكمل الكورس. من غير ما يكون عندك اوبريتنج سيستم انستول تعرف تجرب عليه فانت كده بتعذب نفسك وهتعذبني معاك. ينفع تستخدم المينيمال بس لازم تكون عارف ازاي تتنقل ما بين تي تي واي والثانيه. خليك فاكر الحكايه دي. ها، ينفع يكون عندك المينيمال وتشتغل عليه، مفيش عندي اي مشكله خالص، ماشي. طبعا المفروض تبقى جاي لي بكره تكون عارف ايه الفرق بين التي تي واي وايه الجي يو اي، وازاي تتنقل بين تي تي واي وتي تي واي تانية، ازاي تعمل سويتش يوزر ما بين يوزر ويوزر تاني. بس ده مش عايز منك اكتر من كده لحد بكره، خلاص. هيتعمل نوت وهتتبعت لكم ان شاء الله النوتس دي باذن الله، يعني بكره على بكره الظهر باذن الله يتبعت لكم نوتس، اكيد حاجه مؤكده ان شاء الله. طيب اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.